السلام عليكم يا شباب، هنبدأ النهاردة إن شاء الله نشرح الدرس الثالث، الدرس الأخير يا شباب اللي احنا ما خدناهوش في المنهج، اللي هو بعنوان اكسبريمي سيجو، إن أنت تعبر عن أذواقك. كان عنوان الوحدة الثانية يا شباب اسمها لو كلوب ديز ارتيست، اللي هو نادي الفنانين أو مجموعة الأشخاص الفنانين يا شباب. الدرس الثالث ليسون تغوا بيتكلم عن اكسبريمي سي جو، ان انت ازاي تعبر عن اذواقك، انت بتحب ايه، بتكره ايه، تفضل ايه، بتعشق ايه، اتفقنا؟ طب الدرس ده يا شباب لما نبدا نذاكره نقسمه لاربع نقاط اساسيه، كاتر بوان، اتفقنا؟ ركز معايا ويا ريت تقسمه بنفس التقسيمه اللي انا قسمتها لك في المراجعه هنا في الريفيزيون يا شباب. النقطه الاولى في الدرس احنا اتفقنا كم نقطه يا شباب؟ اربع نقاط رئيسيه. النقطه الاولى يا شباب هنتكلم عن لي فيرب برومي جروب. لي فيرب برومي جروب يا شباب اللي هي افعال المجموعه الاولى. احنا خدنا افعال كتير جدا زي فيرب مثلا اتغ يكون، زي فيرب افوار يمتلك او لديه. دي افعال كلها يا شباب كانت ايريجوليه غير منتظمه، نصرف فيرب اتغ سويتي فيرب افوار. النهارده هنتكلم عن قاعده برنسيبال يا شباب، قاعده اساسيه هتستمر معاك من دلوقتي لحد ما تخلص ثانويه بمشيئه الله. القاعده بتتكلم يا شباب عن لي فيرب برومي جروب او بريزون في زمن المضارع، هنتكلم في تصريف الافعال المجموعه الاولى يا شباب في زمن المضارع. هنشوف مع بعض التصريف وانت لوحدك كده تستشف القاعده وهتعرف تطلعها لوحدك. لو ركزت معايا فيرب زي فيرب ايمي، ايمي يا شباب يعني يحب. لو ركزت انا الفيرب منتهي بحرف الاغ معلمها لك باللون يا شباب الاحمر، ركز معايا. لما ابدا اصرفه مع الضمير جي بيبقى جيم، ركز معايا جيم. مع الضمير تي يا شباب يبقى تيم، نهايته يا شباب ايه؟ تيم. مع الضمير ايل وزيه ال نفس الضميرين يا شباب في اي فعل بنفس التصريف، إلم هو يحب، إلم هي تحب. الضمير اللي بعده نو ايمون، نوزيمون، نوزيمون، هنا يا شباب تنطى زد، نوزيمون، ركز معايا على التيمينيزون النهايه بتاعتي يا شباب. فو ايمي، فوزيمي، فوزيمي، إلزم، إلزم. شوف الفعل الثاني يا شباب ونقول القاعده مع بعض. الفيرب الثاني ادوري بمعنى يعشق، ادوغي يا شباب بمعنى يعشق. ده ايمي يحب، ده اشد منه شويه، ادوغي يا شباب بيعشق. جادوغ نهايته يا شباب ا، جادوغ انا اعشق، تي ادوغ انت تعشق، ايل ادوغ، ايل ادوغ هي تعشق، نو زيديغون، نو ايديغون نحن نعشق، فو زيديغي ايل وايل يا شباب ادوغ. ركز معايا على التلميذين يا شباب، انا ملونها لك باللون الاحمر. ناخد كمان الفيرب الثالث، واكيد انتوا دلوقتي عرفتوا القاعده بتتصرف ازاي، الفيرب بيتصرف ازاي. دي تستي يا شباب بمعنى يكره، عكس فيرب ايمي يحب، ادوري يعشق، فيرب دي تستي يعني يكره. جي دي تيست، تي دي تيست، الى اخره يا شباب. واضح جدا يا شباب من الشكل اللي قدامك ان احنا رقم واحد عشان نصرف افعال المجموعه الاولى بنعمل ايه يا شباب؟ بنحذف النهايه، النهايه اللي كان اخرها يا شباب ايه؟ ار. فيرب ادوري اخره ايه؟ ار. فيرب يا شباب دي تستي اخره ايه؟ ار. لما انا بدات اعمل له يا شباب كونجيجي تصريف اصرفه حسب السوجي، حسب الفاعل، ايه التغيير اللي حصل عندي؟ هنا يا شباب مع الضمير جو تحولت بقت ا، حذفت الار وبقت ا. مع الضمير تي يا شباب اس، مع الضمير ايل وزيها ال بنضيف ا، مع الضمير نو يا شباب بنضيف او ان اس، مع الضمير فو ا زد، مع الضمير ايل افيك اس ولافيك اس ا ان تي. دي يا شباب قاعدة أساسية بغنسبال بالنسبة لي منتظمة على عشرات الأفعال، بل كتير جدا يا شباب، عشرات بل مئات وألاف الأفعال. كل الأفعال اللي تنتهي يا شباب بحرف الـ إغ، أي فيرب عندك نهايته إ إغ ما عدا فعل واحد بس اللي هو ألي يا شباب، بيتصرف بنفس الطريقة. تمام؟ نيجي ناخد إكزرسيس بسيط يا شباب. هنا الضمير فو بيقول لي فو بوان نقط لو فرونسي، هل إيمون ولا ام ولا ايمي اخر او زد؟ اللي جاب يا شباب ايمي اخرها او زد. الضمير فو يا شباب اساسي نهايته ايه؟ او زد. المثال الثاني بيقول لي نبيل، وركز معايا انه نبيل ده لو انا حبيت احذفه اعوض عنه باني بخنوم، انهي ضمير؟ هعوض يا شباب الضمير ايل، هو ياخد عندي يا شباب النهايه اللي هو ديتيست، ديتيست هو بيكره، اتفقنا؟ نهايتها او. اقول نبيل ديتيست لو تينيس، بيكره التنس. بعد كده يا شباب الضمير جو، جو اللي هو انا. حبيت اتصرف يا شباب بياخد جو مابيل، جو مابيل يا شباب ده التصريف الصحيح اللي عندي، اتفقنا؟ جو مابيل. بعد كده يا شباب الضمير اللي بعده الضمير نو، نو بتاخد ايه؟ او ان اس، يبقى نو زيمون. اشرف ده بيساوي ايل، ام يحب، اشرف ام. مجدي اي ساسور،
مجدي واخته، ده بيساوي مين في الضمائر يا شباب؟ ده بلوريل اسم جمع، مجدي ايه يعني وا، اتفقنا يا شباب؟ هنا بيساوي ايل افك اس، يبقى ادور اخرها ان تي. ال هي تاخد النهايه يا شباب، اخر او، يبقى ال دي تيست هي بتكره. بعد كده علي اموا، ركز معي جدا، اموا يا شباب معناها انا، علي وانا. هنا يا شباب في حرف الاو، هنا حرف التي يا شباب ناقص عندي. علي اموا، علي وانا، ده بيساوي يا شباب الضمير نو، ما حدش ينسى لما تلاقي اي اسم اموا، اموا معناها انا، يعني بيساوي بالظبط يا شباب الضمير نو، ياخد نفس التصريف مع الضمير نو، يبقى نو زيمو، علي اموا، ايمون نحب، اتفقنا؟ ما حدش ينسى. اي اسم اموا وانا يساوي مين يا شباب؟ يساوي نو، اخذ النهايه اللي هي او ان اس. طب نبص على المثال اللي بعده يا شباب، علي اتوا، اتوا معناها انت، اتوا ايه معناها يا شباب؟ انت، محدش ينسى، اتوا يعني ايه؟ اتوا يعني انت، بيساوي فو يا شباب، يبقى ادوري، علي اتوا ادوغي، بتعشقوا لغاب اللغه العربيه. اخر ضمير عندي يا شباب اللي هو الضمير نو، ياخذ او ان اس. كده يا شباب باج نيميرو 1 النيميرو ان، الصفحه رقم 1 يا شباب، بتتكلم عن النقطه الاولى في الدرس، محدش ينسى. النقطة الأولى يا شباب في الدرس الثالث كانت بتتكلم عن لي فيرب برومي جروب، اتفقنا؟ نيجي للنقطة الثانية في الدرس. النقطة الثانية يا شباب بتتكلم عن اكسبريمي سيجو، إن أنت تعبر عن أذواقك، عايز تقول أنا أحب، أنا أكره، أنا أفضل، أنا أعشق، عايز تتكلم عن أذواقك، أنت بتحب إيه، بتكره إيه، بتعشق إيه، تعبر إزاي؟ اللي هي شباب نمرو دو أهو، اكسبريمي سيجو، إزاي تعبر عن أذواقك؟ عندك يا شباب طريقتين، يا اما تقول، عندك طرق كتيره، يعني من ضمن الحاجات الموجوده عندنا ان انت تقول جادور، جادور يعني انا اعشق، انت بتحب في الاعجاب، او جيم انا احب، برضو اعجاب. وفي عكسهم يا شباب، لو انت مش بتحب هتقول جنيم با، انا لا احب، او تقول ايه جو دي تيست، جو دي تيست يعني انا اكره. يبقى اول يا شباب نقطتين عندي، ممكن تقول جادور انا احب او اعشق، جيم انا احب، ده في الاعجاب، اتفقنا؟ طب لو انت مش بتحب هتقول ايه؟ جو نيم با، انا لا احب، او جو دي تيست، انا اكره. وتستخدم بعدها تكمله الجمله يا شباب كلمه من الكلمات اللي انا كتبتها لك هنا يا شباب، مثلا الجزء ده ماسكولين مذكر عشان تحفظه مذكر، والجزء ده في ميناء مؤنث، هنا كلمه استواغ يا شباب اولها حرف متحرك، هنا بلوريال كلمات جمع، اتفقنا؟ قسمت لك الكلمات بطريقه منظمه ويا ريت تحفظها. ينفع ان انت تقول مثلا جادوغ انا اعشق لو تياتر، تياتر يعني المسرح، تياتر مذكر، خد لو. هنا الامثله تحت يا شباب بتقول مثلا جيم لو سيرك، جيم لو سيرك انا بحب السيرك، او مثلا جادوغ انا بعشق لستواغ التاريخ، او تتكلم عنها هي يا شباب، مثلا اقول لك اتكلم عن سونامي صاحبتك او صديقتك يعني، او ساكوبين صاحبتها هي صديقتها يا شباب، يعني بتكلم عن فيمينا مؤنث، بستخدم الضمير ال، اقول ال نيم با، هي لا تحب لجو فيديو، هي مش بتحب الالعاب فيديو، اتفقنا يا شباب؟ هنا استخدمت يا شباب عدم اعجاب، هي مش بتحب الالعاب الفيديو، او ممكن تقول نو دي تيستون، نحن نكره لا دونس، اتفقنا؟ وفي ملاحظه يا شباب مهمه جدا اللي انا ملونها لك بالقلم الازرق او الاخضر ده يا شباب، اللون ده ركز معايا، ده عباره عن ايه؟ اللي انا ملونها بلون مختلف دي. عباره عن لزغتك اللي دي فيني ادوات معرفه. يبقى انا عندي قاعده بتقول لي يا شباب فيرب ايمي يحب، ادوري يعشق. حتى لو في النفي نيم با، فيرب ديتستي يكره، ويزيهم كمان فيرب بريفري يفضل. بسميهم لكاتغ فيرب دي جو، اربع افعال بتاعت الذوق او الميول. يجي بعدها يا شباب لزغتك اللي دي فيني ادوات معرفه. محدش ينسى اي موضوع من موضوعات الدرس اللي هتجي لك السنه دي او السنه الجايه ان شاء الله لحد ما تخلص ثانويه، طالما تلاقي فيرب ايمي يحب، رقم اثنين فيرب ادوري يعشق، رقم ثلاثه فيرب ديتستي يكره، رقم اربعه فيرب بريفيري يفضل، او حتى لو في النفي، يجي بعدهم يا شباب لزغتك لديفيني ادوات معرفه. حسب الكلمه هنا صيغه مذكر خدت لو، عرفتها من فوق هنا يا شباب لو سيرك. استواغ اول حرف فايل اخذتها من هنا، متحرك يا شباب، تمام؟ مثلا دونس في ميناء مؤنث خدت لا، حفظتها من هنا، لا دونس يعني الرقص، تمام يا شباب اهو، لا دونس يعني الرقص. جو فيديو بلوريال جمع، عرفتها منين؟ انا حافظ الجدول انه جو فيديو بلوريال جمع. يبقى ملخص الجزء ده يا شباب ازاي تعبر عن اذواقك، ان انت تستخدم جادور انا اعشق،
جيم أنا أحب، جنين با أنا لا أحب، جو ديتست أنا أكره. أي تعبير من ده ينفع يا شباب أو أي فيرب من ده ينفع، بتصرفه حسب السجل اللي عندك وتستخدم أي كلمة من الكلمات دي يا شباب، اتفقنا؟ وهيجي معنا في آخر سؤال يسألني كيسكو تيم ماذا تحب، كيسكو تينيم با ماذا لا تحب، كيسكو تي ديتست ماذا تكره، اتفقنا؟ يبقى ده الجزء الثاني في الدرس الثالث. لسه باقي معنا جزئين يا شباب هكملهم إن شاء الله في الفيديو الجاي.